الأولى المنطلقة، 10 أسامي نتابعها إلى خط النهاية بهذا الأداء المميز الجميل. نتابع هنا الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول، ومن يفتتح الإذاعة هنا هملول للسيد حمود بن سعيد بن محمد العفاري المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة، بينما مزاح في المركز الثاني، علي بن عبد الله بن سالم لمسافري من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث وصل لهب هنا على ثالث المراكز لسعيد بن محمد بن ذويب العامري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الشبل راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي المنطلق على الرابع المراكز، وفي المركز الخامس ناخذ خامس المراكز، خامس الانطلاقات والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والقدوم هنا في هذه اللحظات هنا يأتي ريلكس للسيد عبيد بن محمد بن قضيب العليلي ما يأتينا على المركز الخامس، وفي المركز السادس هناك مداهم خليفة بن علي بن بخيت لمسافري ووصل الحذر هنا بهذه الانطلاقة، العبيد بن حامد بن خليفة الطنيقي المنطلق على سابع المراكز، وفي المركز الثامن هنا ضاري أحمد بن عبد المحسن بن علي اليافعي من يأتينا على المركز الثامن، وتاسع مراكزنا ياتي مردف لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، والمركز العاشر شديد سالم بن جابر بن عبد الله الحربي المنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الاولى، ذعناها على حضاراتكم، وهناك ايضا اسامي سوف تنضم الى ركب المقدمة، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الاول، هذه هي الاسماء المراكز العشرة. نعود هناك إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى هملول المسيطر، هملول المسيطر على زمام الأمور هو على الصدارة، يسيطر على مقدمة هذا الشوط أحمود بن سعيد بن محمد العفاري، شعار دكتور هنا أيضا أصالة هنا من ينطلق بهذه الأداء الجميل دكتور الأصالة وشعاره المميز، ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وسفير الأصالة الدكتور راشد بن حمد بالزفنة، وهناك أيضا كابتن الطيارة يتواجد مع مزاح بهذه الانطلاقة الجميلة، هنا علي بن عبد الله بن سالم المسافر المنطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث أرى لهب يتواجد في هذا الشوط، لهب لسعيد بن محمد بن ذويب العامري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الشبل راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي، وقدوم من مداهم خليفة بن علي بن بخيت المسافري هنا على المركز الخامس في خماسية، في هذا الانطلاق المميز الجميل خماسية تتواجد هنا بتحديات متميزة وإثارة جميلة. أما المركز السادس، والمنطلق على سادس المراكز ريلكس، هناك على سادس المراكز هناك للسيد عبيد بن محمد بن قضيب العليلي من يأتينا على المركز السادس، ووصول في هذه اللحظات هنا ضاري أحمد بن عبد المحسن بن علي اليافعي، وهناك يأتينا شديد سالم بن جابر بن عبد الله الحربي على المركز الثامن، وفي المركز التاسع واول نداء ضاري مبارك بن محمد ابو خرايط العامري من ينطلق على تاسع المراكز، وفي المركز العاشر هنا المنطلق والمتحدي شاهين للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى هنا في هذه الانطلاقات الجميله والتحديات والاثاره مشاهدين
مشاهدينا ومتابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان. انت صفنا المسافة 4 كيلومترات على بداية هذه المشوار وبداية التحدي، 4 كيلومترات على نهاية 8 كيلومتر، والصدارة هناك مع هملول المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على الصدارة ومقدمة هذا الشوط هملول حمود بن سعيد بن محمد العفاري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. لهب في المركز الثاني يتسلل من مركز إلى مركز، بدأ يلتهب رويدا رويدا. لهب لسعيد بن محمد بالذويب العامري من يأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مزاح العلي بن عبد الله بن سالم المسافري، وهنا القادم مداهم مداهم خليفة بن علي بن بخيت المسافري بن محمد أيضا مشارك، مشاركة فعالة في هذه الانطلاقة الجميلة بشعار عاشق السلالة الشاهينية. المركز الخامس، ويأتي الشبل في المركز الخامس، الشبل راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي بو حمد يتواجد أيضا مع الشبل بهذه التحديات الجميلة على المركز الخامس. أما المركز السادس ريلكس هنا المنطلق، ريلكس لعبيد بن محمد بن قضيب العليلي من يأتينا على سادس المراكز. وفي المركز السابع، المركز السابع ضاري أحمد بن عبد المحسن بن علي اليافعي، ووصل هنا وصل شاهين الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يتواجد على المركز الثامن في هذه اللحظات. المركز التاسع ضاري لمبارك بن محمد بو خرايط العامري من ينطلق بدوره في التحديات وفي الإثارة مشاهدينا الكرام. وعاشر مراكزنا مشغل راشد بن سالم بن بخيت لقتبي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في التحديات وفي الإثارة. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى هملول المسيطر، هملول منطلق بعد أن غادرنا حزام الغابات واتجاهنا إلى المنعطف الأخير هنا في هذا المضمار 8 كيلومترات ذو المسافة الرسمية لهذا السن. هنا هملول المسيطر لحمود بن سعيد بن محمد العفاري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني وأرم داهم بدأ يتسلل على المركز الثاني في هذه اللحظات لخليفة بن علي بن بخيت المسافري، ولهب لهب لسعيد بن محمد بالذويب العامري، ووصل ابو خرايط وصل مع ضاري مبارك بن محمد ابو خرايط العامري مع ضاري على المركز الرابع في هذه اللحظات. ريركس في المركز الخامس، ريركس هنا لعبيد بن محمد بن قضيب العليلي المنطلق على المركز الخامس وسادس مراكزنا. المركز السادس مردف مردف هنا بشعار المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من ينطلق على المركز هنا السادس في هذه الانطلاقة. وفي المركز السابع، المركز السابع هنا غادرنا 2 كيلومتر ومدرج الهبوط، هناك ياتينا في هذه اللحظات مشغل راشد بن سالم بن بخيت لقتبي، والقادم هنا احلى اول ندى للجديد مبارك بن احمد بن مبارك بن علي الكعبي على المركز في هذه اللحظات. هنا ايضا من ياتينا ثامنا وتاسع المراكز، هناك الشبه لراهي بن سعيد بالغافرية، وعاشر المراكز الحذر لعبيد بن حامد بقريفة الطنيجي. ولكن هنا هنا التحديات، هنا الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى هملول، لا زال مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حمود بن سعيد بن محمد العفاري ولهب من الجانب الآخر، لهب من
من الجانب الآخر ملتهب لهب. هناك أيضا يأتينا بهذه الانطلاقة لسعيد بن محمد بالذويب العامري من ينطلق على المركز الثاني وثالث مراكزنا. المركز الثالث شاهين هنا بهذه الانطلاقة الجميلة أوضاري المبارك بن محمد بوهرايط العامري ومداهم خليفة بن علي بن بخيت المسافري على المركز الرابع وخامس. المراكز لقصد عبيد بن محمد بن قضيب العليلي مردف في المركز السادس سعيد بن رايد بن حمد بن عدير لقتبي وسابع المراكز وصل شاهين. احمد بن سعيد بن سالم بن حميدة الرميثي مع شاهين. ولكن هنا التحديات هنا الاثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هملول لا زال على الصدارة هملول على المقدمة على المركز الاول يسيطر على زمام الامور. هملول لحمود بن سعيد بن محمد العفاري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة. لهب في المركز الثاني لهب في المركز الثاني من الجانب الاخر سعيد بن محمد بالذويب العامري من ينطلق هناك بالتحديات وبالاثارة مشاهدينا الكروم. التحديات التحديات الله هملول هو لهب من الجانب الاخر هملول ولهب هملول ولهب في انطلاقات وتحديات. لهب يلتهب لهب وهملول صامد. الله اللحظات الاخيرة اللحظات الاخيرة لمن الفوز لمن الناموس. الله هنا بهذه الانطلاقة والتحدي والاثور يسلم. الله هملول ولهب لهب 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 يتسلل لهب يلتهب الى الفوز الى الناموس يلتهب الى الفوز. هنا في ثلاث سيارات في رصيده صاحب السجل الحافل بالانجازات صلولة لهب بعير احمد بن مايد الخيالي ها هو ينتزع الفوز. سلام ابو محمد سلام على هذا الاداء. سعيد بن محمد بن ذويب العامري المركز الثاني هملول حمود بن سعيد بن محمد العفاري وهو المركز الثالث. مشاهدينا الكرام اتانا الضاري المبارك بن محمد بخرايط العامري وفي المركز الرابع مردف سعيد بن راهد بن حمد بن غدير الاجتبي وفي المركز الخامس ريلكس لعبيد بن محمد بن قضيب العليلي وسادسا مداهم لخليفة بن علي بن بخيت المسافري. وهنا لهب ولحبة وصوله الى الفوز والى الناموس صاحب السجل الحافل بالانجازات العديدة. هنا بهذه الانطلاقة عفوا يا بصورنا لهب في المركز الاول لهب هذا هملول هذا هملول عطنا لهب صاحب المركز الاول حامل رقم 26 هو في المركز الاول في هذه التحديات. هذا هملول وتوقيت اثر التحدي دقيقة ست ثواني اربع اجزاء من الثانية. صاحب المركز الثاني هذا صاحب المركز الثاني في هذه الانطلاقة. المركز الاول كان من صالح لهب لسعيد بن محمد بالذويب العامري تهانينا له والناموس على الفوز المميز الجميل ولحظة انطلاقته الى خط النهاية. المركز الثاني قلنا هملول لحمود بن سعيد بن محمد العفاري. اما المركز الثالث فكان مع مردف لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير نكتبي من كان على المركز الثالث بهذه الانطلاقة. نعم هذا هو نعم هذا هو مشاهدينا الكرام الإعادة الجميلة لهنا لحظة وصول لهب إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس ب13 دقيقة 5 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا في هذا الأداء لسعيد بن محمد بذويب العامري تهانينا لكافة آل بذويب على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني كان من نصيب هملول هنا ب13 دقيقة 6 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية لحمود بن سعيد بن محمد العفاري. هو المركز الثالث كان من نصيب مردف لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي من أتانا على المركز الثالث قاطعا مسافته. هناك أيضا التحدي والإثارة في هنا في 13 دقيقة 9 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس وشكرا يا الحميدي يا بن سالم يا العمري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام طابت اوقاتكم بكل خير واسعد الله صباحكم في اشواط صباح هذا اليوم وافتتاحية الثمانية كيلو مترات في بداية هذا الموسم والانتهاء من الجولة الاولى والجولة الثانية انطلقت بخامس اشواط صباح هذا اليوم وهو الشوط الخاص ب